أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراط الله المستقيم. صلاة نستظل بها في ظل عرش الرحمن سبحانه، صلاة ننال بها شفاعة الحبيب المصطفى، صلاة نذكر بها عند ربنا سبحانه، صلاة ننال بها ذكر الحبيب المجتبى. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تغفر لفقيدتنا وترحمها برحمتك يا أرحم الراحمين، ببركة الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أيها الأحبة في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذوا من الدنيا ما أوصانا به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا يحل لأحدنا أن يأخذ من الدنيا أو يطمع في شيء منها إلا كمثل زاد راكب. الراكب المسافر يتجهز في سفره بقديه من الأكل، قديه من الشرب. رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لك أن زادك في الدنيا الذي تجمعه لا يزيد عن هذا، ما يزيدش عن ايه؟ ما يزيدش عن زاد واحد راكب مسافر. سيدنا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وارضاه، الباحث عن الحقيقة في عبادة الله جل في علاه، قاعد يدور، كان من عبدة النار، حتى وصل في عبادته للنار مع والده انه الذي كان يقوم بجمع الاحطاب ووضعها في النار حتى لا تخمد. هو اللي عمال يجيب الحطب يحطها على النار عشان ايه؟ عشان النار ما تخمدش لا ليل ولا نهار ويعبدونها. في يوم بعت ابوه عشان يروح ايه؟ يبشر ارض له بعيدة. فهو في الطريق وجد قوما من النصارى يصلون لربهم بصل، فمكث بجانبهم فاعجب بعبادتهم. عجبته ليه؟ العبادة بتاعتهم. طيب هو كان عند ابوه ايه؟
كان عند أبوه منعم وكان عنده مدلل وكان عنده مال وكان عنده وكان عنده، إن والده كان من الأثرياء. فمكث عندهم لما أعجب بعبادتهم حتى انتهوا، ثم عاد لأبيه وقال له لقد رأيت كذا وكذا. يوم الثاني راح لهم استأذنهم، استأذن الكبير بتاعهم وقعد معاه. عشان ايه؟ قال لك ده العبادة بتاعتهم ديت احسن من عبادتنا اللي هي عبادة النار. هو عايز الحقيقة، عايز يوصل للشيء الثابت. ان الدين عند الله الاسلام، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. دين عند ربنا هو الاسلام. سيدنا سلمان الفارسي ظل ينتقل من ارض لارض، من مكان لمكان، حتى دله اخر راهب جلس معه قبل موته قال له اوصني من اتبع في هذا الزمان. اوصني اتبع مين الزمان ده؟ قال له لقد اضلك عام وزمان مبعث نبي اخر الزمان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فرح لي الارض دي فين؟ المكان ده فين؟ قال له المكان ده بين حرتين، يعني بين جبلين، والمكان ده الوصف بتاعه ان هو كثير النخل. فانا اوصيك انك انت تروح المكان ده، مكان الهجرة بتاعه، وتروح ايه تعسكر هناك لحد ما يجي، لحد ما يهاجر. سيدنا سلمان الفارسي في بحثه عن الحقيقة ذهب الى هنا. هو في الطريق خدوه باعوه الناس اللي هو ماشي معاهم بعد ما اتفق معاهم، قال لهم هتاخدوا المال اللي معايا ده كله بس بشرط انني اصحابكم لحد المدينة، حد يثرب. وراح معاهم وهم في الطريق باعوه. فدخل المدينة وهو عبد مملوك، دخل المدينة وهو مملوك. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إليه وشاهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي، هنيئا له، بين يدي من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأنصار يقولوا سلمان مننا، الأنصار اللي هم ايه؟ أهل المدينة. والمهاجرين يقولوا لا ده هو كان جاي مهاجر، يبقى هو مننا احنا. هؤلاء يقولون سلمان منا، وهؤلاء يقولون سلمان منا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه المنقبة العالية ويقول سلمان منا آل البيت. ده سلمان من آل بيت مين؟ سيدنا صلى الله عليه وسلم. بإقرار من مين وكلام من مين؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده ليه؟ لأنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه في جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول غزوات اللي حضرها كانت غزوة الأحزاب، لأن منعه أنه يحضر مع سيدنا النبي بدر وأحد واللي قبلها واللي بعدها من السرايا، ما حضرش ليه؟ غزوة الأحزاب أول حاجة حضر مع سيدنا صلى الله عليه وسلم، وأشار على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أنا عندي خبرة بالحرب وعندي كذا وعندي كذا، شور عليك بإيه؟ شور عليك إنك أنت تحفر الخندق. حفر الخندق وكافأه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. طب وهم في حفر الخندق حصل إيه؟ صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كان سيدنا سلمان مع قوته ومع شدته التي اعطاه الله عز وجل اياها، الا ان هو وهو بيفحر صخرة كده جت قدامهم ووقفوا عندها ما مش قادرين يكسروها، فراح لسيدنا النبي: يا رسول الله ما بنستأذنك بس ان احنا ايه ناخد الحفر يمين شوية او شمال شوية بعيد عن الايه بعيد عن الصخرة دي. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اريني اياها وريها لي. مشي مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: هي يا رسول الله. فأتي إليه بالمعول فضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربة توهجت منها أنوار المدينة كلها، مدينة كلها امتلأت ايه امتلأت بالنور. ضربة دي مع دي طلعت الشرار، أضاءت المدينة كلها. فيقول سيدنا سلمان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضاء الله عز وجل لي بلاد الشام. فتحت كلها بلاد الشام بالإيه؟ ضربة دي، بشرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ده شوف في أشد الإيه المواقف، ده قريش كلها جاي على سيدنا النبي وجاي عشان القضاء عليه وعلى الإسلام والمسلمين في المدينة. طيب وجايب جنود قد ايه؟ 14,000 مقاتل جايين عشان ايه؟ للقضاء على الاسلام وشافته، خلاص عايزين يخلصوا على الاسلام والمسلمين. وفي وسط ده بيبشرهم سيدنا النبي. شوف كلام سيدنا النبي، ده له مغزى. ما قالش لهم النور ده ربنا فتح لي به البلاد ديت عشان نتفاخر ولا كذا، لا، ده بيقول لهم: حتى ان اجتمع علينا النصر ات لا محاله، هيجيلنا النصر ويتحقق، ما تخافوش. من كان الله معه فمعه كل شيء، اللي ربنا معاه معاه كل شيء. فتحت الشام وضربها ثانيه، ففتحت اليمن وضربها ثالثه، ففتحت البلاد كلها بشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتثبيت لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا سلمان اللهم امين يا رب العالمين، ده ديت فتحات الحج الله يرحمها، كانت ست طيبة مش شطرة مننا، ده ديت فتحات الحج عليها رحمة الله. سيدنا سلمان لما قالوا له: انت زاهد في الدنيا جوي كده ليه؟ وما بتحبش الامارة ليه؟ ما انتش عايز تبقى امير ولا عايز تبقى قائد ولا عايز تبقى ليه؟ ايه اللي مخليك مش حابب الحياة دي؟ قال كلمتين صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان ما تجمعش من الدنيا وتجري الناحية دي والناحية دي وهتسيبهم وتجري، هتسيبهم وتتسيل عليهم كلهم. طيب سيدنا سلمان قال ايه؟ الامارة حلوة في الرضاع مرة عند الفطام. ده حلو عند ليه؟ عند ما تكون امير، عمال تاكل وتشرب وده يخدمك وده جايلك وده يسعى عليك وده عايز منك مصلحة وده كذا وده كذا، لكن عند الفطام هتتحاسب على كله يا حبيبي. تعال، حلوة عند الطعام ولكنها مرة المذاق عند الفطام. الرضيع عند الأكل، عند الأكل والشرب بيكون بسم الله ما شاء الله كذا كذا، كذلك الأمير، كذلك اللي صاحب منصب او اللي صاحب مكان كله تلاقي بيتودد اليه. بعد كده خلاص المكانة بتاعته والكرسي راح، ما عادش لي طلب، وتعالى بقى اما نحاسبك على اللي انت عملت. حلو الرضاع مر في الفطام. طيب والزهد بتاعه في بيته كان شكله ايه؟
كان أراد أن يبني لنفسه بيتا. نعم اللهم أمين يا رب العالمين. عايز يبني لنفسه بيت، فجاب البنة، والبنة ده كان رجل حصيف، رجل بيفهم، رجل ذكي، ابني لي بيت. فهو عارف زهد سيدنا سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عارف انه رجل ما بيحبش حاجة من الدنيا خالص، فبيسأله بيقول له هتبني لي البيت ازاي، هتبني ازاي؟ قال ابني لك مكانا تستظل به من الشمس، ابني لك حتة عشة كده عشان ايه؟ تظلك في الشمس، وتأوي اليها عند البر. مكان ده تستظل به في الشمس، تأوي اليه وتدخله عند ليه؟ عند البر. واذا قمت كان على رأسك، هيخبطك في راس، ثم اذا اضطجعت ومددت رجليك كان اخر رجليك، يعني اذا مديت رجليك هتلاقيها ضربة في الحيطة التانية. ده هو ده بيت ولا ده ايه ده؟ زهد سيدنا سلمان. قال علمت هذا فافعل ما قل. تعرفت عني كده، واللي انت قلته ده بالضبط نفذه سيدنا سلمان رضي الله تعالى عنه وارضاه. لما يرى ثوبه، لما تشوف الثياب بتاعته، الجلابيه بتاعته، تلاقيها زي المسكين اللي عندنا، هي اقل من الجلابيه بتاعته كمان. فلما كان امير ومسك الاماره كده، برضه هو راغب عنها، ما كانش عايز، ماشي معدي عليه واحد ولم يعرف، مش عارف هو مين ده، وشايل حمل تقيل كده عليه، فبيقول له يا فلان، ايوه المسكين، اتحمل هذا الحمل، تشيل عني الحياة ديت، اتحمل عني هذا الحمل على بعض من المال، هديك فلوس، هديك اجرة. قال بلى، اتوا شالوا. ده مين اللي شايل؟ سيدنا سلمان رضي الله تعالى عنه وارضاه. فهو شايل وماشي كده ووشه متغطي، وماشي واحدة واحدة لحد ما يوصل بيت الراجل. مر على اناس من رعيته يعرفونه، وهم ايه؟ عارفينه. فلما مر عليهم قالوا يا امير المؤمنين. الله، ايه اللي انت شايله ده؟ انت شايل ده ليه؟ هاتي عنك يا اميرنا. الرجل اللي مأجره وقعد خزيان ومشي وراه، الامير سيدنا سلمان يحمل عني حملي باجرة، ده شايل الحمل بتاعي بالاجرة، ازاي يحصل مني الكلام ده؟ احمله عنك ثانية يا اميري، انا اشيله عنك تاني، والاجرة اللي انت عايزها خدها، انت تودينا بداية في ايه؟ لما علمه قال ابلغك مكان ما تريد، اني برضو هذني شايله ودي لك فين؟ ودي لك بيتك، ما تخافش، مش هحطه تاني، لان ايه؟ انا اتفقت على اجرة واخد الاجرة. سيدنا سلمان رضي الله تعالى عنه وارضاه كان عايش ازاي؟ مع انه كان عنده من المال، كان يتصدق كل عام ب30,000 درهم، 30,000، 30,000 درهم بيتصدق بيهم، وكان بيحطهم على ايه؟ كان بيحطهم كومة كده على فرش، ويأتي اليه المساكين وينهلون من هذا الماء، لكن كان زاهد. طب كان بيعيش على ايه؟ كان عايش على ضفر الخوص وصناعته، يجيب شوية خوص، وقال لك يجيب شوية خوص بجيبهم بدينار، وبعدين اشتغلهم النهاردة وبيعهم ب3 دينار، بعد ما بيعهم ب3 دينار، دينار اجيب بخوص تاني يوم، ودينار انفقه على نفسي، ودينار الثالث اتصدق به لله سبحانه وتعالى. لما دخل عليه سيدنا سعد رضي الله تعالى عنه وارضاه، سيدنا سعد بن ابي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
لما دخل عليه ولقاها بيته ما فيش فيه حاجة وبيته مهلهل وفيه، يقول له أين الخادم؟ لقاها عمال يعجن ويخبز ويعمل، فين الخادم بتاع؟ قال أرسلناه في حاجة وخشينا أن نكلفه غيرها. ده نبعته ايه؟ في طلب. استناش بقى لما يجي ويقول له ده في شغلة كذا تاني وفي شغلة كذا تاني وفي كذا تالت مطلوب منك. انت بتكلف الستة بتاعتك بايه؟ انت تغسلي وتكنسي وتطبخي وتعملي وتسوي وتجري العيال وتحميهم وتعمل. الله، ده شوف سيدنا سلمان الخادم اللي عنده كان بيكلفه بمشوار واحد، تاني لا، هو حاجة واحد يقضيها بس وخلاص. فقال له ما الذي عندك من المال حتى تكن خائفا من الحساب؟ قال عندي هذه الأساود كلها، عندي حاجات كتيرة. ايه؟ فبيبص حواليه سيدنا سعد رضي الله تعالى عنه وارضاه، ما الجشا اللي هم جرة، هي اناء وكباية، كباية وطبق. الله، ايه دي اللي دول اللي انت خايف من الحساب عشانهم؟ شوف انت عندك ايه في البيت، وعندك ايه عايش عينه في النيش، وعندك ايه محوش. وعند سيدنا سلمان رضي الله تعالى عنه وارضاه ما كان عنده شيء خبأه الا حاجة واحدة، ده للست بتاعته، قال لها عيني الحاجة دي. فلما قرب اجله وفي اليوم الذي اخر حاجة حتوصل، انت صايم وانا برضو صايم ان شاء الله، نعرف والله ان انت حافظ الحياة دي، بس احنا بنقول للناس المساكين لسه بدري، لسه بدري ان شاء الله، اللهم امين. فصلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا سلمان رضي الله تعالى عنه وارضاه كان عنده حاجة واحدة بخبيها، مديها للست زوجته، اللي هي ايه؟ بعض من الطيب. ده طيب مسك عينه. فيوم ما حضرته الوفاة قال لها هاتي اللي انا مديه لك تخبيه وجابته لي، وهاتي شوية مي ضعيهم في اناء ووضع المسك فيه، ثم رجه ثم قال لها رشيه وانصوره حولي، فإنه يحضرني أناس لا حاجة لهم في الطعام ولا في الشراب. اللي هم مين؟ الملائكة، ما لهمش دعوة بالأكل ولا الشرب، ولكنهم يريدون الطيب. ده هم عايزين ريحة كويسة، ولكنهم يريدون الطيب. ثم اتركيني، فجعل فصنعت ما أراد، ثم ذهبت وعادت إليه بعد لحظات فوجدته قد فارق الروح الجسد وهو مقبل لحبيبه صلى الله عليه وسلم، متشوقا للقيا رسول الله. غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لفقيدتنا ويرحمها. اللهم اغفر لها وارحمها. اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها، كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها. اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد. اللهم نقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بينها وبين خطاياها كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم مد لها في قبرها مد بصرها يا كريم يا رب العالمين. ألهم آلها الصبر والسلوان، وذكرنا عند كل شدة قولة الحق، إنا لله وإنا إليه راجعون. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.